اختناق مروري وتكدس للسيارات في أحد الطرق السريعة في العاصمة الماليزية. هذا الازدحام تسبب فيه عن غير عمد الجيش الماليزي، حيث تعطلت مدرعة تستخدم بشكل أساسي لسحب الأسلحة الثقيلة على طريق مزدحم في قلب العاصمة، واستمر إصلاح العطل لساعة كاملة. فلنشاهد هذا الفيديو. هذه الحادثة جاءت بعد 24 ساعة فقط من تعطل إحدى دبابات الجيش أثناء نقلها بسبب عطل في المحرك، استغرق إصلاحها نصف ساعة. هذان الموقفان المتتاليان دفعا الجيش الماليزي إلى الاعتذار للشعب، حيث قال في بيان: يعتذر الجيش عن الحادثين وسيضمن عدم تكرار ذلك، وفي حال تكرار ذلك سيتم إرسال فريق استرداد احتياطي إلى الموقع بأسرع ما يمكن لسحب السيارة المتعطلة بعيداً لتجنب الاختناقات المرورية.